الطبق اللي معانا دلوقتي بيف فيليه بيبر صوص، عبارة عن بيف فيليه 180 جرام، كراش بيبر، بصل، ثوم، فريش كريم. معانا هنا هنتبل أول حاجة طبعا نستيك عشان نحط على النار، هنتبله نستيك شوبس سيزنينج. ده تتبيل خفيف عشان ناخد تتبيل تاني من الصوص مع البيجي مع الراش بوتيتو. ده بنديله زيت كده، هنتبل هنا نتبل بالشكل ده كده، نحطه على الجريلا. بعد ما نتبله على ما نعمل الصوص بشكل كده، هنعمل له الماش بوتيتو بتاعته. عندنا هنا الماش سخنة، عامل بالشكل ده كده، وأسيبها هي كده عندي استوت، وأحط لها شوية حتة زبدة بسيطة أوي. وأرجعها تاني على النار، وأنا كده عندي الماش جاهزة على الغرف. في نفس الوقت هنجهز الصوص بتاعنا. هنا الزيت، نعمل الصوص اللي هو الفيتو، بس هنستنى شوية لحد ما الكريب يستوي. هنا الكريب بعد ما استوى على السايد ده نقلبه كده، كده هو جاهز. هاخد الوش الثاني على ما يستوي يكون عملنا الصوص بتاعنا. الصوص عبارة عن ان احنا بناخد زيت الاول، بعد كده بصل خفيف، لحد ما يبدأ بعد كده نديله سنة ثوم خفيفة أوي، قبل ما يستوي ما تسويش البصلة أوي. بقى أنزل عندي هنا الجراش بيبر اللي أنا عملته، أحمره معاه كويس بس ان هو يديني السبايس بتاعته، وبدي على ما الصوص يستوي. ده تيست جديد بنعمله مع الفيجي برضه. يبقى احنا كده تبلنا بالستيك اند شوبس الفليه، واجي اطفي عليها بالكريمه كده كده بالشكل ده كده لحد ما تأثر عندي، وباجي أديها تقييم من الجلاس اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض. فأنا كده عندي صوص بوف أو بيبر صوص جاهز بالشكل ده كده. أوطي النار عندي، كلي عندي كده يكون استوى. ده بياخد الكليل كويس عندي نار، يكون عندي البطاطس الماش عندي جاهزة. وابتدي اغرف الماش اللي احنا عملناها كده مع بعض. نغرف الماش هنا فوق
لأن الكلي بتاعنا جاهز خلاص. بنعمل لها شكل علشان هنطعمها بالفيجي سيزني، وفي نفس الوقت ممكن نعملها مع الجريل بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه. هنعملها بشكل غريب شويه النهارده. فانا كده عندي الجريل جاهز والصوص جاهز، نبقى نحط شويه جيلي. هذه الفيلي بالشكل ده، ونيجي نحط عليه صوص بالشكل ده كده. هنعمل الماش بتستين مختلفين، تيست مع الصوص، يعني ناخد الصوص معاه كده، نعمل تيست تاني نص بالبيجي على المش بوتيتو بالشكل ده كده، تيست دي، وده الطبق بتاعنا والهنا والشفا.